بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإني محب لطه، ومن يحب النبي فحاش يضام، رسول كريم رؤوف رحيم، عليه الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الشفيع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بحضراتكم معنا في نوابغ مصرية، ومعنا اليوم قارئ ومنشد من أبناء الأزهر الشريف سيدنا الشيخ محمد سمير الشهاوي. أهلا بك يا شيخ محمد. أهلا بحضرتك يا سيدنا، منورنا ومشرفنا يا عم الشيخ محمد. نورك يا سيدنا والله. منين يا مولانا؟ أنا من قرية الجابرية، مركز المحلة الكبرى. ما شاء الله ما شاء الله. كلية أصول الدين مش كده؟ والعمل فين حاليا؟ أعمل مدرس في مدرسة كوروست في الشيخ زايد. ده اسمها انجليزي دي، بتدرس هناك ايه بقى؟ تربية إسلامية وقرآن كريم. ما شاء الله، الله يفتح عليك وينفع بيك يا شيخ محمد. والشيخ محمد ما شاء الله تقدم لاختبارات إذاعة القرآن الكريم، وقريبا يغرد كالكروان الصداح في ابتهالات الفجر بإذاعة القرآن. نبارك لك قريب إن شاء الله. إن شاء الله يا سيدنا إن شاء الله. يلا بقى سمعنا كده آيتين من القرآن نبدأ بهم بركة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي
شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.